الأجنبية عندها فلوس فلوس ونعيش معاهم برا مع راسي. مغربية لا، مغربية ما تعيش معاهم برا. مغربية عرفت علاش؟ مغربية تقدمش يعني يمكن توجي تشي العشاء وتوجي تشي الغداء وتوجي تشي الفطور، خصك تقلي لها بايطاس وتعمل الله يا أخي. قولي لا، في الصباح كتصوت على الصباح كتشوف العصر الخوخ وجب بايطاس مقلية، فهمتي؟ أنت عارفة اللي كاين. وبدا ما نقول لك مغربية، مغربية ما تعيشي مع هذيك العشاء هذيك قورية حنينة وظريفة نعم السي وطبطب عليك، فهمتي؟ ولا ما نقول لك فهمتي، وزيد وزيد حتى الأخير.